طالب عمر في كتسكنوا اغلى قريه اغلى دوا اغلى تبع الجامعه تبع الجامعه المستقل. وشنو هو المشكل اللي عندكم؟ المشكل حنا اللي عندنا ازيد من 10000 جره حتى ل 15000 جره نتاع الزيتون، فيها اللي فيها 40 عندها 40 سنه، فيها اللي عندها 70 سنه وما كتشربش. عندنا واحد الخيط ديال الماء جاي من العين من عهد الاستعمار، وحنا كنقوتوا هذا الجر. ما هو على قيد الحياه ما هو ميت، وحنا عندنا الامل نستناو هذه الجامعه القرويه باش يعاونونا باش يعني نسقيو هذا الارض وهذا الناس يعيشوا بهذا القوت ديال هذا الجر نتاع الزيتون. كل سنه يقولوا لك راه جاي راه جاي راه جاي، ومنين جا هذا البئر حفروه لينا هنايا مده 3 سنوات او 4 سنوات. من ذيك الساعه وحنا نلتجؤوا للجماعه ونلتجؤوا لعمالة التوريط والعيون والبركان ونطلبوهم باش يعاونونا. كل ساعه كيزيدوا لنا، مره يقول لك 22 في شهر 10، مره يقول لك 22 في شهر 2، مره وراه حنا درك. يعني دوك هنا على حساب الهضره ديالك، يعني النقطه المائيه كاينه خاص دابا غير يزودوكم بها، غير يزودونا فيها الماء. هذيك النقطه فيها الماء وسيه وفيها نهر اللي حفروها بالصنده. شحال هذه من اللي حفروها هذه النقطه المائيه ومن اللي واجده؟ ازيد من 3 سنوات ولحد الان مازال ما زودوناش بالماء. وحنا غير الجر ديالنا يحتضر وحنا نحتضر معاه، وعندنا ازيد من 600 نسمه نتاع الجاليه. كل دار كل عائله فيها جوج ديال الناس، ثلاثه خدامين في فرنسا في اسبانيول، كيجيو هنايا يقول لك ما عندنا مستقبل في هذه الارض، وحتى ولادهم نقلوهم البز. عندنا الاقسام هنا مهرسين وكل شيء، حتى ما من المعلم كيجي الاستاذ يلقى 6 ديال البز 8 على حقاش هجروا هذوك الناس قطعوا الامل من هذه الارض هذه. كل واحد كيسال القسط ديالو مع اخوه. مع انتم امام هذا الواقع هذا اللي كاين والغياب ديال الماء، كيفاش كديروا باش كتهلاو في هذا الشجر ديالكم وما كتخليوهش؟ واش كاين اللي حطب هذا الشجر؟ واش كاين اللي حطب، ولكن ملي جات هذا الفرصه ديال هذا البئر هذا ديال الحفير ديال هذا البئر يعني ريضنا وقفنا درنا التوقيف حنايا يعني التنسيق بيناتنا، وقفنا باش ما يحطب حتى واحد حتى شي شجره، على حقاش الشجره واعره الا حطبتها مده 40 سنه وانت تربي فيها ما غاديش توجدها، غادي يمشي لنا المستقبل ويمشي للاولاد ديالنا ونتهمشوا وندخلوا في التهميش ونوليو عاد نغرسوا زيتون شجره صغيره. شنو هي المطالب ديالكم؟ المطالب ديالنا نتمناو من الجامعه القرويه ومن السلطه ومن عمل التوريط ومن اقليم بركان يعاونونا في هذا الصندج هذا في هذا البئر، يطلقوا لنا هذا الماء باي وجه كان باش هذا العالم القروي تحسن المردوديه ديالنا والغنم ديالنا، وباش هذه الجاليه ديالنا تولي تستثمر هنايا. وكان اللي راه يشري دار مخربه في المدينه وبلاها بالسار وتيمشي، كان اللي ينقل ولادو يمشيو ويخلي لنا القسم ديالنا ما يقراوش فيه ولادنا. ومن العائله تضطروا الام تبكي على ولدها، الاخ يبكي على اخوه، وبحال اللي ولات تقسيم في العائله. سيدي طالب بالعلم، احكي لنا على المعاناه ديالكم انتم كفلاحه هنايا من جراء النقص وانعدام ديال الماء. والمهم اخويا كما قالوا الدراري، المهم المعاناه ديالنا وحده ما راهاش مفترقه، المعاناه ديالنا هي وحده. هذا الشيء اللي داروه معنا هاد الناس هادو ما بان من والو، وكنستناوهم. وهذا الشيء اللي كان الهضره اللي قالوها خوتنا هادو، هذاك الشيء. واش مو قال الاشجار اللي عندكم؟ انا عندكم الاغلبيه الزيتون. الاغلبيه الزيتون، الزيتون هو اللي كاين، زيتون بزاف ماشي غير شويه. وهذا الزيتون كان كيعطي انتاج كبير من اللي كان كيعطي انتاج، تعرفوا اللي راه واحد الخير نتاع واحد الخير نتاع تبارك الله. واليوم والو، المهم هذا الشيء اللي كاين وصافي.